هذا الوجود ونبعث للكون أزكى التحايا، أتينا لنسعد هذا الوجود ونبعث للكون أزكى التحايا. قطعنا الطريق بعزم طويل وسرنا بجد إلى كل غاية، قطعنا الطريق بعزم طويل وسرنا بجد إلى كل غاية. حب خلي في فؤادي ساكنا بالجوف بعدي، عزوة ند الأعادي والوفا أكثر وأكبر. حب خلي في فؤادي ساكنا بالجوف بعدي، عزوة ند الأعادي والوفا أكثر وأكبر. والله يدله والله يدله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم لايف يا شباب تسمعوني؟ أسمع. أنتم لايف؟ إيه لايف. ما شاء الله وش عندكم؟ رجعت بداية والزمن تعرف مشتاقين. طيبة تراحم مشتاقين. إيش فيك سهلان؟ وبيتها الثاني وتعرف تحس إنه بيت أبوي. طيب وش تبتزينون؟ أدي أبوي. جاي نسوي برنامج. فكرة جديدة إن شاء الله، شيء مميز. وش هو يعني؟ وش اللي تبي تزينونه؟ شيء يحبه قلبك. يعني بداية رجعت؟ إيه رجعت. مقبولة؟ رجعت بحماس وشغف وشيء يحبه قلبك. شاشة المليار رجعت يعني؟ الله الله. بالفعل. طيب وين رجعت؟ رجعت في كل بيت بتشوفونها إن شاء الله، وفي كل منصة اجتماعية، وفي التيك توك وفي السناب وفي التلفزيون وحتى شاشة سيارتك. ادعس مسعود. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. مسعود تحصلها. يعني راح نصنع ان شاء الله ذكريات جديدة معكم بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله. الله يقويكم وحنا معاكم بإذن الله، ومن زمان والله انا ودنا ترجع القناة. والله يوفقكم وبإذن الله من المتابعين. شكرا لك يا حبيبي. يا حبيبي الله يحييكم يا شباب. مرحبا مليون. رجعت بداية ورجعت بإذن الله بحماسها وبالشيء اللي متعودين عليه. حن والجمهور خلف الشاشات، انت تحس انك جديد ترى قد كنت هو مكان. هو مكان يا عيال، لكن انا حسي بطيء من فضلها رجعه تو استاذ ما بعد ايه هو اكثر واحد الحين يعني بنقول لك كيف كانت تجربتك في برامج الواقع؟ تواصل تو جديد تواصل يعني تواصل